طبعا بنتكلم عن فيروس كورونا، والحقيقة طبعا زي ما حضراتكم عارفين الإجراءات اللي تمت والقرارات اللي تمت يوم الخميس الماضي، وكان بدايتها يوم الجمعة، إن طبعا الجمعة والسبت بدأ يكون في المحال التجارية بتفتح لغاية الساعة 5، وكمان بدء حظر تجوال المواطنين من 9. فطبعا في أمور، بعض الأمور اتغيرت، بقى في نزول أكتر الجمعة والسبت. فخلونا، وايضا كمان زي ما حضراتكم عارفين ان في بعض الاماكن الحكوميه زي الشارع العقاري هيبتدي يقدم بعض الخدمات، المرور بعض الخدمات. عايزين نعرف في ظل هذه الاجراءات ايه برضو المفروض مننا احنا مواطنين نعمله اكتر لما نروح نخلص هذه الاجراءات، وايه الحرص ان احنا المفروض نعمله. معانا على الهاتف الاستاذ الدكتور محمد منيسي، استشاري الجهاز الهضمي والكبد كليه القصر العيني. الو، صباح الخير دكتور. صباح النور يا اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك، كل سنه وحضرتك بألف خير يا رب. ربنا يبارك فيك، واحنا كلنا دايما بخير يا رب. الحقيقه دكتور، يعني طبعا في بعض الاسئله حابين يعني حضرتك تشاركنا فيها. خلينا نبدا الاول ب يعني كلام كتير بيتقال ايضا عن فيروس كورونا، وبيقولوا ان من ضمن الكلام اللي اتقال ان دواء او عقار الدرن ممكن يعني يعالج فيروس كورونا. إلى أي مدى صحة هذا الموضوع؟ وصلنا في هذا الموضوع لغاية فين يعني؟ قالوا التطعيم ضد الدرن قد يقي ويحفز المناعة ضد الكورونا. الحقيقة في جزء كبير جدا من الصحية، لكن مش للكورونا بالذات، عشان ده مفهوم بس مختلف. التطعيم ضد الدرن يعيش ويبقى ايفكتيف ضد الدرن وبعض انواع التي بي الاخرى، او يعني انواع السل الاخرى بما فيهم نوع من انواع هذه البكتيريا اللي بتصيب الجلد، وبما فيهم الجذام. وبيظل كفاءته لمده 15 سنه، ينتهي كفاءته عند 20 سنه، كانك ما طعمتش عند 20 سنه. التطعيم ايضا بتاع الدرن يستخدم يعني كمحفز مناعي ضد سرطان المثانة، تكميلي، محفز مناعي تكميلي ضد سرطان المثانة. اذا التطعيم ضد الدرن له فوائد كتير جدا. ده طبعا اللي بياخد التطعيم ده دكتور اللي بيجيله الدرن يعني، مش كل لا، ده كان تطعيم الزامي لكل المواطنين زمان يعني. ده كان له في اوروبا فتره، يعني من فتره وجيزه. بس حضرتك بتقول لغايه 20 سنه، طب بعد ال 20 سنه؟ بيقعد كفاءته 20 سنه، بعد 20 سنه انت ممكن تطعم تاني. ممكن يعني كفاءته يعني اللي طعم من 20 سنه ممكن يطعم تاني. بس احنا مش هنعمل هذه الاجراءات الا تحت اشراف حكومي، ولما يروا ان الكلام ده هيبقى فعال بالنسبه لنا. تمام. الجزء الثاني لقوا ان هو ايضا محفز عام للمناعه، زي اذا كان هو بيستخدم لسرطان المثانه، تطعيم الدرن يعني البي سي جي يستخدم كعلاج تكميلي مناعي للمثانه، لسرطان المثانه، لمريض سرطان المثانه. أيوة. فلقوا ان هو له نوع من التحفيز العام للمناعه. احنا دايما نقول عايزين ننشط المناعه، والحقيقه احنا بننشط نوع من المناعه اللي احنا بنسميها الادابتف، اللي هي زي مناعه التطعيم، مش المناعه الذاتيه. المناعه الذاتيه دي بتظل ثابته من يوم ما تتولد. دي المناعه نتيجه التطعيم، بتحفز بشكل قوي جدا. ففكره التطعيم بتاع الدرن قد يعني يكون له فايده، وده كلام علمي واضح لكن غير مؤكد حتى تاريخه بشكل عام خاص بكورونا، لكن لقوا ان هو محفز عام للمناعه. تمام. طيب بالنسبه ايضا يا دكتور، برضو في بعض يعني معرفش برضو حضرتك توضح لنا اكتر، اتقال برضو ان اشعه الشمس، واحنا داخلين على فصل الصيف او دخلنا يعني خلاص على الاوائل، ان اشعه الشمس ممكن تقي، ودرجه الحراره العاليه ممكن تقي من فيروس كورونا او تعالج. برضو حابين حضرتك تقول لنا يعني صحه هذا الخبر وهذه الكلام. يعني الحقيقه فكره الحر كحر مش هيقضي على الفيروس كما الناس تتخيل، لكن لقوا ان اشعه الشمس
بتضعف التكاثر بتاع الفيروس داخل الخلايا لكنها تقضي على الفيروس، بتقلل الكتلة الممرضة، بتقلل حاجة اسمها الكتلة الممرضة، يعني بتحسن فرص الإنسان إنه لا يمرض نتيجة يعني تباطؤ الانقسام الفيروسي. وفكرة إن الحر طبعا في أمراض متوطنة في الحر زي الملاريا، زي يعني في حاجات كتير جدا. لحسن الحظ إن هذا الفيروس نشاطه بيقل لكن لا يقضى عليه، نشاطه بيقل مع الحر فقط، يعني فبتتحسن فرص عدم الإصابة في فترات الحر. طيب يعني حابين حضرتك تشاركنا يا دكتور بيه، طبعا حضرتك عارف القرارات الاخيره اللي اتخذت وبعض الاجراءات ايضا اللي اتخذت، وكمان يعني من ضمن القرارات ان بقى في بعض المصالح الحكوميه هتبتدي تستأنف نشاطها زي الشارع العقاري زي المرور يعني، فطبعا في ناس هتلتجئ انها تروح هذه الاماكن. حابين حضرتك ايضا تشاركنا بالشخص اللي هيروح الاماكن دي، ايه الموقف او العادات الاحترازيه اللي يقدر ياخدها حضرتك برضه فدنا بيها علشان يبقى المواطنين عاملين حسابهم وهم رايحين يعني الاماكن دي. الحقيقه ده قرار حكيم جدا، لان الحقيقه لا يمكن تقف قدام مرض الحقيقه، فده قرار في قمه الحكمه، والعالم كله هيفهم، والعالم كله ادرك هذه القصه، يعني ان ده مش حل للقضاء على الفيروس او يعني. طيب احنا النهارده متاكدين ان في فيروس، ومتاكدين ان في مشكله وفي فرصه للاصابه، يعني حتى نازل عارف ان في فرصه للاصابه. انا ادعي واظن ان المفروض مفيش حد يخش اي مصلحه حكوميه او اي مكان تزاحم بدون لبس كمامه الوجه، بدون لبس كمامه الوجه، ده مرفوض تماما، ممنوع حد يخش. طبعا السليم لو لبس الكمامه لوحده فرصه نقل العدوى، لو المريض فاتح الكمامه او مش لابس كمامه ده هتبقى 70%، 70% فرصة السليم ان ينتقل له فيروس كورونا لو المريض لابس كمامة، يعني علما بان يعني نقدر نقول ان في رقم كبير جدا من مرضى الكورونا مش هيبقى عندهم اعراض، هو بينقل المرض بس في فترة حضانة الفيروس، فممكن يبقى سليم. فقياس درجة حرارة لوحدها مش هيبقى كافي وانت داخل المصلحة الحكومية، تمام، فلابد من لبس الكمامة. فإذا هو لبس الكمامة والسليم مش لابس كمامة، فرصة إن السليم يعيا أقل من 5%. إذا كان المريض والسليم لابسين كمامة، فرصة نقل العدوى 1% أو أقل من 1%. يبقى إذا لابد ما يبقاش فيه تزاحم، وده طبعا هيحكموه، ده سهل جدا، تمام، يعني عدد محدود من كل شخص، من كل الاشخاص هيبقى داخل كل مساحه، يعني في اي مساحه محدده هيقول لك، والطابور هيبقى في الخارج، وده شيء طبيعي يتم عمله بسهوله جدا. لكن لابد ان كل الناس تبقى لابسه كمامه، لابد ان كل الناس تغسل ايديها بالماء والصابون يكفينا، مش لازم المطهرات، ممنوع تتلامس مع الفم ولا الانف ولا العين ابدا. مظبوط. ممنوع يعني يبقى تبقى لابس كمامه وتحاول تغسل ايدك ولا تتلامس مع اي حاجه في الوجه. ونستخدم كل اداب منع نقل العدوى، اذا كنت هتقطص في الرزم تقطص في كمك. بس في النهايه لازم تبقى لابس كمامه، ممنوع تبقى يعني، والمفروض يبقى في غرامه لكل واحد مش لابس كمامه. ايوه طبعا، ما هو الكمامه يعني دي مش لازم تبقى الكمامه الطبيه المعروف، ده ان شاء الله حاجه انت عاملها في البيت، حاجه ابتدائي بس المنطقه دي. بالظبط كده، يعني احنا مش بندور على حاجات وقائيه طبيه، لا لا، هي بتبقى حاجات بسيطه بس الاحترازيه، يعني حتى مثلا لو رايح مكان وهيبتدي هيستخدم القلم يجيب قلمه الشخصي معاه، مش لازم يستخدم الاقلام اللي هناك، حاجات بسيطه بس خفيفه كده بس بتحمي يعني. بالظبط بالظبط. انا بشكرك جدا يا دكتور، وان شاء الله يعني نرى الفتره اللي جايه كده الاختفاء لهذه الازمه، وطبعا في الاول وفي الاخر كل سنه وحضرتك طيب وكل مصر طيبين يا رب ودايما بخير. بشكرك جدا الاستاذ الدكتور محمد منيسي استشاري الجهاز الهضمي والكبد كليه القصر العيني، بشكرك شكرا جزيلا.